الدعوة إلى العمل للآخرة واستثمار الدنيا فيما يقرب إلى الله عز وجل. النظرة الاعتدالية والوسطية للدنيا. الناس في الدنيا ثلاثة، يعني نظرتهم للدنيا، إما واحد خلاص بطر في هذه الدنيا وألهته عن الطاعة والعياذ بالله، وهذا شأن الكفار ومن سار على منهجهم في النظرة إلى الدنيا. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، لكن النتيجة والنار مثوى لهم. والنوع الثاني العكس، ترك الدنيا وأصبح يمكن عاله على غيره، ترك الدنيا تماما، يعني لا بيت ولا زواج ولا وظيفة ولا عمل. والمشكلة أنه قد ينظر إلى هذا تعبدا، وهذا ليس بصحيح. والمنهج الوسط أنك تجعل الدنيا في يدك ولا تجعلها في قلبك، تجعل الآخرة في قلبك وتجعل الدنيا في يدك، تستثمرها في طاعة الله عز وجل.